السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات اللي كنقدموا في قناه استاذ اونكلي. وهذا الفيديو هذا عندنا ديال كونديشنال تايب 3. اذا بالنسبه للكونديشنال تايب 3 نعطيكم الفورم ديالو. هي الاولى if بلاس past perfect اللي هي had plus past participle فاصلة subject كما كان plus would plus verb في past participle. إذن هذه هي الفورم باش نعطيكم واحد ليكزامبل. مثلا اولا بعدا هاد كونديشنال تايب 3 امتى كان ما طراتش في الماضي وكنهضروا عليها، يعني تمنينا مثلا لو وقعات او لا العكس شي حاجه خايبه طرات في الماضي، تمنينا لو يعني في البريزنت تمنينا لو كاع ما وقعت هذيك الحاجه. مثلا اي failed because I didn't revise my lessons. إذن هنا عندنا I failed because I didn't revise my lessons. يعني سقط ما نجحتش في شي يعني امتحان ولا شي حاجة. علاش؟ because I didn't revise my lessons. ما راجعتش الدروس ديالي. إذن هنا غادي نتمنى ولو يعني لو مثلا رجعت الدروس ديالي، كون غير رجعت الدروس ديالي يعني ما غاديش نسقط. هذا هو يعني انقد الميكرو وراني معكم. يعني دابا مزيان I failed because I didn't revise my lessons. يعني نتمنى كون رجعت الدروس ديالي. if لو I revised يعني عندنا had، ها هي had اللي هي هادي، وعندنا revised اللي هي past participle ديال هاد الفيرب هذا. يعني كون درت هذا يعني كون revised يكون رجعت الدروس ديالي. if I had revised my lessons فصيلة I would have succeeded I would have succeeded. او لا يعني الا بغينا نستعملوا هذا الفعل اللي عندنا هنا يعني غنقولوا I wouldn't have، غادي نديروها نفس الجملة. if I had revised my lessons I wouldn't have failed. يعني هنا هي هذه، يعني هنا قلنا كون رجعت الدروس ديالي غادي يكون نجحت succeeded. هنا خلينا نفس الفعل في الثانية، بغينا نخليو نفس الفعل، قلنا if I had revised my lessons كون رجعت الدروس ديالي I wouldn't have failed، ما غاديش نسقط. يعني الضد ديال شنو طرا في يعني في الماضي. يعني هذه هي مثلا ملي كنتحسروا على شي حاجه كنقول if I had revised my lessons I wouldn't have failed، كون رجعت الدروس ديالي ما غاديش نسقط. نعطيكم واحد ليكزامبل اخر. ليكزامبل اخر هي مثلا سنه didn't to do، عفوا على الكتابه، didn't do the test because she was late. يعني سنة ما درتش الامتحان ولا ما دوزتش الامتحان. علاش؟ لانها كانت معطلة، يعني جات معطلة. يعني هنا اش غادي نقول؟ كون سنة ما جاتش معطلة if سنة hadn't،
يعني هنا علاش هادنت عطينا الضد ديال هادي. هادنت عندنا واز، شنو هو الباس بارتيسيبل ديالو؟ هي بين. ليت كون ما كانتش معطله، شي وود هاف، هادو راه عندنا، ها هما قلناها، سبجكت هي شي، وود هي هادي، و هاف عفوا هاف would have، يعني هنا she would have plus she would have done the test. مزيان مزيان، يعني هنا يكون جات، يعني كون ما يكون جات ما، يعني كون ما كانتش معطلة، كون جات يعني في الوقت ما، يعني كون دارت ولا دوزت الامتحان ديالها. نعطيكم اخر اكزامبل، كريم was late so he missed the bus. يعني كريم تعطل ومشى على عليه الحافلة مثلا. اش غادي نقولوا هنايا؟ يعني كون كريم ما كانش معطل، if كريم hadn't been late he wouldn't have missed the bus. يعني كما قلنا ان مثلا هنايا he was late if he hadn't been late، كون ما كانش معطل، يعني هنايا كريم جا معطل، كون ما جاش كريم معطل he wouldn't have missed the bus، ما غاديش يمشي عليه يعني الحافلة. إذن هذا هو الدرس ديال conditional type 3. إن شاء الله نتلقاو في دروس جديدة إن شاء الله أخرى، وما تنسوش سبسكرايب في القناة وشير مع الأصدقاء ديالكم، وما تنسوش بارتاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.